أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين خصوصا سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل سيدنا إدريس سيدنا عيسى سيدنا إلياس سيدنا خاضر عليهم السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأولياء والعلماء والسيداء والصالحين حسن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ أحمد رفاعي شيخ أحمد بدوي شيخ بلسان الأسازري شيخ فقيه مقدم محمد ابن علي بعالوي شيخ بيدنا نسبتي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ محمد بشيري شيخ إمام الجزوري شيخ إمام جنيد الحبي عبد الله بعلوي الحبي عبد الرحمن الشيخ وأولاده سيدنا الشيخ عمر مهدر شيخ أبي بكر سكران شيخ علي بن أبي بكر سكران الحبي عبد الله بن أبي بكر الإدريس الحبيب أبي بكر ابن عبد الله الإدريس الحبيب عبد الله الإدريس الحبيب بكر ابن عبد الله الإدريس شيخ أبي بكر ابن سالم الحبيب حسين ابن شيخ أبي بكر الحبيب عمر ابن عبد الرحمن العطاس شيخ علي ابن عبد الله البارس الحبيب عبد الله ابن عبد الحداد وجميع أولياء إسا وأولياء ليت على أهل هذه البلدة. وزم إلى حضرة شيخنا مرشدنا مرام بروحنا العالم العلامة أبي محمد بهيد محمد لطفي بن علي بن يحيى أطال الله أمره بصحة وعافية وعلى البركة تصرف الله قدره وأدم الله العز وجاله وأولاده ومن تبعهم من بدر الصالحين المؤمنين المخلصين ومن أهل لا إله إلا الله وأهل ندم صلوات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حضرة شيخ القطب سيد عبد الملك ابن إلياس ابن يحيى قدس الله سره وأصوله وفروعه إن الله يعلي درجته في الدين والدنيا والآخرة ونفعنا من بركاتهم وكرامتهم ونفاتهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا إلى حضرة الحبيب علي بن محمد الحسين الحبسي إن الله يعلي درجته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلوا على النبي محمد
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الظالما بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على عليه. يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Semua hadirin tamu undangan bareng-bareng salat dengan semangat. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صلوات. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. يا رسول الله قلب بالحق تألك وبغاره راءت عنك يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرك. قلب بالحق تألك وبغاره راءت تألك يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرك. اقرأ يا محمد السلام. صلوا عليه Bye.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu ما جرت في أقداره القسمة
فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم فما جل هذا المن الذي تقرب به المنان وما عظم هذا الفن الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه وتعثرت بوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب به فضل الله على هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضاء وفؤادي قد بدا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وفؤادي قد بدا محمد خير المرسلين
سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صوف يا ما نسمنا تعيش العمر جنبك فرض ما يكفيش أحلى دنيا عظيمة تساويش
إلا معك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوق نشد والله مهما طويل الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قل لي زيك إذا عاشق عيونا حدي مشايفة لو حقيقي هو غالي عليك ارضي في الجنة ابقى معاه وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طويل الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى دهن زاد في قلبي حنين ودموعي ملي العين طمعا بقال سنين إني أزور المصطفى مرة إني أزور المصطفى مرة وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طويل الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى Smart lagi. Ya asyiq al-Mustafa abshir bi nailil huna qad raqa ka'su safa as-safa as-safa wa taba قد فسلم مرتقى طه الذي
شتوهم صلوا عليه
لنا البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أفرض صلى عليه أن رب العالمين أفرض صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه منال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادتين يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدوا بي من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه وما من منة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة شرفت في البر والبحر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية ودرس فيها في علحة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب يا بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه
ما ترى الأكوان بنشي ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لجئت بالحق رسول الهدايا. يا حبيب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. يا حبيب يا خير البرايا رسول الهدايا. يا حبيب القلب يا خير البرايا رسول الهدايا. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. يا ليت دليل حقي رسول البداية. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا ليت دليل حقي رسول البداية. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. Yes.
رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله هرفاً يم ياتا cinta yang kasih Allah kaulah pujaan hati ya Rasulullah bersinarlah cahayanya kekasih Allah رسول الهداية يا حبيب القلب يا خير البرايا جليد سبيل الحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله صلى على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تألقت فرادة الله في العلم الجديد بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكديم والتكريم نفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والبدنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود من عين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصناب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر الله عليه وتعلق السمة الراكب بهذه الحروف
بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديك من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأنصر لا تفي بعشر معشان أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا أعطوني كل كلام عن شؤون خير الأنام ولكن نزلي إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا soal baterainya bareng-bareng santernya Maulana ya Maulana Assalamualaikum warahmatullahi temuimu di surga terima sembah sujudku terima sembah sujudku izinkan ku bertaubat temuimu di surga terima sembah
doaku. Terima doaku. Terima sembah sujudku. Izinkan taubat Maulana, Maulana ya sami'u du'ana. Maulana ya Maulana ya sami'u du'ana. Maulana ya Maulana ya sami'u du'ana. Oh,
احترام المحبة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاد والفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي يصن الشمائل وهنا حثنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزى في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المهدي في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا ولما كانت سعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستوضت هذا النور المبين أسلام وبدون من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فترقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على كياد الدرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز العالم الشهادات لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم مشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل
salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi min al fardi samadi. Habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi min al fardi samadi. Habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi min al fardi samadi. Ya Muhammad ya sadiqan bil wadi ya Ahmad ya Muayyad ya Habibi min al fardi samadi. Ya sadiq al maqali ya dal maqam al ali. يا من حبه ربي في طيب الأفعال. يا من حبه ربي في طيب الأفعال. حبيبي يا محمد يا صديقا في الوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي في أفضل صمد. في تلك الليلات حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الورد صمادي. حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. الدين لنا
يفدونا الدينُ لنا حق لنا والعدل لنا والكل لنا أتى الإسلام لا ندينا وجميع القول لنا وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت فينا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر إن ذواته أمة تأنيسا لجنابي المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه حضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور النمود وبرز الحامد المحمود مضعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المسادي فزاروا اليوم بغرة واستبيعوا بجمالي فقف سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستبير جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اذهبنا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نصعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا جود وبلغ كل مرصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين نجا سبيلي مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 في جاي
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وقنا ما قد سألنا يا الله من خطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله كريم الأرواح منا يا الله بك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وبلغ المخلص